السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي ومتابعات قناة مشوار العمر. هنتكلم في فيديو النهاردة عن وفيات وأعمار وأبطال مسلسل الشهد والدموع الجزء الأول إنتاج 1983. الفنان يوسف شعبان، تاريخ الميلاد 16 يوليو 1931، تاريخ الوفاة 28 فبراير 2021، العمر 89 سنة. الفنان محمود الجندي، تاريخ الميلاد 24 فبراير 1945، تاريخ الوفاة 11 إبريل 2019، العمر 74 سنة. الفنانة نوال أبو الفتوح، تاريخ الميلاد 10 إبريل 1940، تاريخ الوفاة 10 إبريل 2007، العمر 67 سنة. الفنانة عائشة رجاء حسين زكي، اسم الشهرة رجاء حسين، تاريخ الميلاد 7 نوفمبر 1937، تاريخ الوفاة 9 أغسطس 2022، العمر 84 سنة. الفنان نبيل الدسوقي، تاريخ الميلاد 11 يناير 1923، تاريخ الوفاة 28 أغسطس 1995، العمر 72 سنة. الفنان السيد حلمي عبد الكريم، تاريخ الميلاد 26 يوليو 1936، تاريخ الوفاة 31 مارس 2012، العمر 75 سنة. الفنان محمد محمود متولي أحمد، اسم الشهرة محمد متولي، تاريخ الميلاد 11 مارس 1945، تاريخ الوفاة 17 فبراير 2018، العمر 72 سنة. الفنانة ليلى يسري، تاريخ الميلاد 12 مايو 1934، تاريخ الوفاة 26 ديسمبر 2000، العمر 66 سنة. الفنانة هانم محمد خليفة، تاريخ الميلاد 19 مايو 1932، تاريخ الوفاة 15 أكتوبر 2007، العمر 75 سنة. الفنانة فتحية طنطاوي، تاريخ الميلاد 1946، تاريخ الوفاة 14 أغسطس 2021، العمر 75 سنة. الفنانة رجاء سرور، تاريخ الميلاد 1 يناير 1937، تاريخ الوفاة 9 أغسطس 2009، العمر 72 سنة. الفنان مصطفى هاشم، تاريخ الميلاد 18 أكتوبر 1941، تاريخ الوفاة 30 مارس 2012، العمر 71 سنة. الفنان أحمد الجزيري، تاريخ الميلاد 27 نوفمبر 1912، تاريخ الوفاة 4 يناير 1985، العمر 72 سنة. الفنان إبراهيم محمد الشامي، تاريخ الميلاد 3 يوليو 1921، تاريخ الوفاة 13 سبتمبر 1990، العمر 69 سنة. الفنان عبد العظيم عبد الحق، تاريخ الميلاد 1 يناير 1905، تاريخ الوفاة 3 إبريل 1993، العمر 88 سنة. الفنان محمود حمدي الحسيني غيث، اسم الشهرة حمدي غيث، تاريخ الميلاد 7 يناير 1942، تاريخ الوفاة 7 مارس 2006، العمر 82 سنة. المخرج إسماعيل عبد الحافظ، تاريخ الميلاد 15 مارس 1941، تاريخ الوفاة 13 سبتمبر 2012، العمر 71 سنة. تأليف أسامة أنور عكاشة، تاريخ الميلاد 27 يوليو 1941، تاريخ الوفاة 28 مايو 2010، العمر 68 سنة. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة
وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.